في الكاستم تيكي انتر في عندنا برضو تيكست، بحيث ان انا مثلا هعمل كده ctk.ctk.textbooks بالشكل ده، هنحطه برضو في الفريم وما فيش اي حاجة دلوقتي فيه. وتعالى نعمل txt.back ونديله برضو باد واي ايكوال 20. فلو انا جيت فتحت بالشكل ده هتلاقي ان ده شكل التكست اللي معاك، وهتلاقي ان ممكن تكتب جواه، ممكن تنزل وتكتب وهكذا، وممكن تنزل تكتب تاني، وهتلاقي اللي بيحصل معاك ان في سكرول ظهر، سكرول بار او الشكل ده ظهر معاك. يعني ايه؟ يعني السكرول بار ده اصلا ما كانش بيظهر هناك في ما كانش بيظهر هناك في التيك انتر، هنا معمول بشكل تلقائي ان انت ممكن تطلع وتنزل بالشكل ده، انما كان في التيك انتر كان لازم انت اللي تحط سكرول بار جنبه وتعمل له بايند زي ما عملناه قبل كده. مش فاكر عملناه ولا لا، بس المهم يعني كان لازم تعمل له بايند معاه بالشكل ده، تربط السكرول بار لوحده وبيبقى التكست لوحده وتربطه مع بعض بايند، فكان بيبقى موال. انما هنا لا، هنا هو بتنزل تكست اي حاجه هتكتبها زدت عن الحد بتاعه، هتلاقي ان هو عمل لك سكرول بار لوحده اهو وبينزل ويطلع معاك بالشكل ده. هتلاقي ان انا ممكن اديله شويه خصائص تانيه زي ايه؟ زي مثلا الويدث ممكن ادهوله ب 300 والهايت ب 100 مثلا. وتعالى افتح كده هتلاقي ان ده كده اهو الويدث والهايت قدرت اتحكم فيهم بتاع ايه؟ بتاع التكست. طيب في خصائص تانيه ممكن اتحكم فيها؟ هتلاقي ان انت معاك الاف جي كلر اللي هو لون الخلفيه بتاعته، صح؟ يعني انت ممكن تخليها مثلا لون الخلفيه اللي انا بكتب عليها تبقى ريد بالشكل ده. انا لو جيت اشوف هتلاقي لون الخلفيه اللي انت بتكتب عليها ريد ولون النص بقى ابيض اهو. طيب او هو كان ابيض برده ما غيرناهوش اصلا. هتلاقي عندك التكست كلر اللي هو لون النص اللي انت بتكتبه، انا عايز لون النص مثلا يبقى جرين، فهتلاقي لو انا فتحت هنا كده هتلاقي ان لون النص فعلا بقى ايه؟ بقى جرين بالشكل ده. طيب في عندك ايه تاني؟ ممكن تلاقي خصائص تانيه، بس الاول تعالى نشيل الالوان دي، لان زي ما قلت الالوان الديفولت بتاعته انا شايفها كويسه يعني مش محتاجه تتعدل. ممكن تلاقي خصائص ايه تاني؟ عندنا البوردر ويتس برضو، والبوردر كلر خدناه قبل كده، والكورنر ريديوس اللي هو الريديوس بتاع الكورنر بتاعه، وخدنا الفونت اللي بيتكتب جواه حجمه هيبقى عامل ازاي، الكلام ده كله. يعني زي ما انت شايف في عندنا حاجه اسمها سكرول بار بوتون كلر. يعني ايه؟ يعني السكرول بار بوتون ده لو انا قمت مثلا مخليته ريد، فده معناه ايه؟ زي ما انت شايف لو انا قمت فاتح كده ونزلت لتحت هتلاقي شكل السكرول بار اهو لونه بقى ريد زي ما انت شايف كده، لكن لما بقرب منه بالفاره اسمه بقى الهوفر كلر، لسه زي ما هو ده كده الهوفر كلر، فمحتاج اغير الهوفر كلر. فهتلاقي ان انت معاك ايه؟ سكرول بار هوفر كلر بالشكل ده، وخلينا نقول ان هو مثلا جرين، فهتلاقي ان اللون بتاع الهوفر اتغير معاك، ان لما الفاره تقرب هتلاقي اللون بتاع الهوفر اتغير زي كده، قرب كده هتلاقي لون الهوفر ايه بقى؟ جرين بالشكل ده. طيب هل انا ممكن احصل على النص اللي موجود في التكست ده؟ او ممكن يعني انت هنا لو جيت مثلا تشوف هتلاقي ما فيش اصلا خاصيه اسمها تكست فاريبل، يعني انت هكذا هتلاقي ما فيش حاجه اسمها تكست فاريبل او فاريبل حتى. طب ازاي احصل على النص اللي موجود في التكست ده؟ يعني النص ده انا عايز اجيبه، فممكن تعمل ايه؟ انا عايز اما اضغط على الزرار اللي فوق ده ياخد النص ويطبعه في الليبل، فهعمل تكست دوت جيت بالشكل ده عادي خالص زي ما كنا بنعمل في الانتري يعني، وهقوم قايل هياخدوا فاريبل اسمه اكس مثلا، وهنعمل الليبل دوت كونفيجر بالشكل ده تكست ايكوال اكس. طيب فلو فتحت هتلاقي ان انت معاك ايه؟ معاك ان الليبل لو انا كتبت هنا مثلا حاجه معينه ورحت لجو هتلاقيها المفروض ان هي تتحط في الليبل، ولكن زي ما انت شايف هتلاقي ان في مشكله ظهرت. مشكله ايه؟ ان هو بيقول لك في خاصيه اسمها جيت، بس جيت ايه؟ اجيت منين لحد فين؟ يعني المفروض الجيت ده بياخد الاندكس اللي انت هتجيت منه. يعني زي ما قلنا الايرور اللي ظهر ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا المفروض الجيت ده نمرر له اندكس معين. يعني في الانتري كنا بنقوم قايلين جيت وكان بيجيب النص اللي جواه كله، طب في التكست لا، لازم امرر له اندكس معين، فاقول له مثلا 0.0 الاندكس بتاع التكست بيبقى عباره عن ايه؟ ركز كده، انا لو قمت فاتح كده هتلاقي ان انت معاك التكست بالشكل ده، ده رو 0 صح؟ لو ده كده ده لاين واحد، ده لاين اتنين وهكذا، فده لاين 0 لاين واحد لاين اتنين. طيب لاين 0 واحد ده معناه ايه؟ 1 2 3 4، فزي ما انت شايف كده الحرف واحد ده لاين 0 0، 2
ده 0 1 3 ده 0 2 وهكذا. طيب فزي ما انت شايف انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجيب النص من اول مثلا 0 0 يعني من بدايته لحد النهايه خالص لحد الاند، لان هو بياخد تو اندكسز، اندكس 1 واندكس 2. فلو فتحت هنا كده هتلاقي ان انا لو دخلت اي حاجه وخدت جو هتلاقي اي حاجه دي اتحطت فعلا في الايه، في الليبل، يعني اللي انت خدت اللي انت كتبته في التكست اتاخد زي ما هو واتحط في الليبل. ممكن تعمل حاجه تاني في البوتوم ده، ان انت ممكن تقوم عامل ايه، تكست دوت سيت او انسرت. انسرت بالشكل ده اللي هيحصل ايه، ان انا هعمل انسرت تكست في موضع معين. يعني انا مثلا عايز في موضع 0 0 اللي هو الرو رقم 0 وكولوم رقم 0 اللي هو اول حرف خالص، عايزه النص اللي يكتب فيه مصطفى، عايز انسرت النص ده في الاول مصطفى. طيب ولو فتحت وضغطت على البوتون هتلاقي فعلا كتب لك ايه، كتب لك مصطفى هنا. فدي بالنسبه للايه، للحاجات اللي انت تقدر تعملها في التكست، تقدر تعمل جيت، تقدر تعمل انسرت، الكلام ده كله والخصائص اللي احنا قلنا عليها تحت.